الصخب اللي كان موجود ده كان مبالغ فيه، هو قيمه الاثر هو الحالي هندف قيمه الاثر كنا عايزين عليه كامون. اي غلطه تكون فيه مش ده معناه ان في ازمه كبيره حصلت فيه، ولو كان الترميم تم بشكل سيء فمعنى ده الازمه والمفترض ان احنا مسؤول. ده هو السؤال، ده سؤال مهني جدا مهني فني. السؤال الثاني اداريا، المفترض دلوقتي ان اداره المتحف المصري تقول لنا هل تم ترميم قطع غير قناع توت عنخ امون وكان في اضرار ولم تعلن عنها؟ ده سؤال لازم نعرفه، لان الراي العام المصري عايز يعرف الموضوع ده. يا سيدي ما هقول لك، في مدارس الابوكس بيستخدم حتى الان بالشكل ده ان هو يعمل كلكيعه كده وفي فجوه بين القناع وال ده انت مش شايف السؤال الاجابه. فانا قلت لك فيها مبالغه في التقنيه نفسها، وعشان كده هيتعمل لها اعاده. فبالتالي ما يصحش ان احنا نقوم نقول لا ده غير لون ويتعمل داتا شو زي اللي اتحصل في الصوره، معمول ملعوب داتا شو واضحه علشان يغير في اللون. المفروض اسمه ايه؟ فوتوشوب، ما اعرفش، معمول تغيير واضح على الكمبيوتر. فهنا نوع من المبالغه علشان ادي الحاجه اكثر من حجمها.